اتفضل. القهوة ده مين؟ قهوة ايه؟ شيل القهوة دي، أنا مش هشرب قهوة من إيد حد بعد كده. أنا جبت الكاتل والمجات أهي وهعمل قهوتي بنفسي. كل المديرين في العالم كله بيعملوا كده. اسمي إيه؟ المؤاخذة يا باشا، لا مؤاخذة. يا باشا حلمك عليا، حلمك عليا يا باشا. أنا دراعك اليمين. أنت عمرك ما كنت بتعمل أي حاجة من غير ما تقول لي. أنا ستر وغطى عليك طول عمري يا باشا. بقى يصح اعرف موضوع زي ده من الجرايد؟ بقول لك ايه، انا مش فاضيلك. طبعا يا باشا ما انتش فاضيلي. بقول لك اعمل شايف، يبقى نضف بعدين مش وقت. ها يا مؤاخذة. طبعا يا باشا ما انتش فاضيلي، خلاص بعتني يا باشا وتركنت انا. شوف يا باشا، شوف شكلك تعبان ازاي. انا وجودي جنبك يا باشا هيشيل عنك بلاوي. بقى صح يا باشا، تعملوا حفلات ومؤتمرات والناس كلها تروح الا فوزي. طب بذمتك، بذمتك حصل لك موقف زي ده وانا شغال معاك؟ فوزي انا مش رايق لك يا باشا. يا باشا انا عديت اهلي علشانك، انا عايز احلل مرتبي. عاوز ايه دلوقتي؟ انا عايزك تسيب لي الموضوع ده خالص. انا هجيب لك قرار اللي عمل فيك البلاوي دي. ايه؟ هتشتغل بوليس سري؟ لحظه صغيره. شوف يا صاحبي، انا شاكك في حد لكن ما عنديش دليل. شاكك في مين؟ الناس اللي جم جداد علينا. الشركه يا باشا بقت كلها ناس اغراب. تقصد مين؟ السكرتيرة الجديدة اللي قاعدة بره اللي اسمها هالة، مش دي كانت ماسكة مكتب مدير الشركة اللي كانت شغالة فيها قبل كده؟ تضمن ولاءها منين يا باشا؟ مش جايز تكون متفقة معاه؟ انت هتخرف؟ لو دي مصلحتها ايه تعمل حاجة زي كده؟ مصلحتها ازاي بس؟ مديرة مكتب حد مهم زي سعادتك يبقى معها اسرارك ومفاتيحك. يعني لو اي حد شخشخ لها بقرشين تبيع ابوها. مين فين البوليسي؟ انت بس خيالك واسع شوية. شوف يا باشا، انا ما انكرش ان انا بقرا روايات بوليسيه كتير والغاز والمغامرين الخمسه ومتاثر بيهم، لكن انا عايز اقول لسعادتك حاجه. اللي عمل فيك الموقف ده لازم يكون قريب منك قوي، راصد كل تحركاتك. طب هو انا لما اتجوزت انجي كنت اتجوزتها عن حب؟ لا طبعا، انا اتجوزتها لانها مديره مكتب سعادتك. قلت لهم كنت تخرج برانا، قمت متجوزها على طول. شفت يا باشا انا قلبي عليك ازاي؟ يعني هي انجي فضلت؟ ما هي قدمت استقالتها ومشيت. وانا ما ضغطتش عليها عشان ترجع، تعرف ليه؟ ليه يا عبقري؟ لان انا حسيت انها متعاطفه مع اختي زينات، واخده موقف بيت سعادتك، قلت وجودها في شركه خطر. يعني انت مش متعاطف مع زينات؟ ما هي اختك. لا يا باشا، انا بالنسبه لي الموقف مختلف شويه، انا راجل بروفيشنال، اقدر افصل. ايوه، انت جوز اختي ده موضوع، صاحب الشركه اللي انا باكل فيها عيش موضوع، صاحبي ده موضوع تاني يا باشا. اتفضلي يا فندم. فهمي بيه موصل لحضرتك ان ما تستنيش قدام الشباك، اتفضلي في المكتب عشان تشربي القهوه ونكون خلصنا كل حاجه. اوكي شكرا. لا 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 لا، انا زعلان جدا. بقى معقول اعرف انك جيت البنك اكتر من اربع خمس مرات وما تعديش عليا؟ دي كانت زماله وانت. اهلا يا باشمهندسه، اتفضلي. ازيك؟ الحمد لله. ازيك انت يا فندم؟ انا طبعا معايا التليفونات وكل حاجه، بس ما رضيتش اكلمك، ما حبيتش يعني ان اكون مزعج. وبعدين سمعت اخبار كده يعني، فحسيت ان ممكن وجودي في المرحله دي يبقى مش مرغوب فيه. اهو ادينا عايشين. زينات، تسمحي لي اسالك سؤال؟ انت المره الوحيده اللي جيتي زرتني فيها كان ليكي عندي طلب، والطلب ده صعب، والطلب ده كمان ما كانش عشانك، كان عشان أدا. وأنا بشكرك مرة تانية على اللي أنت عملته. أنا مش بقول لك كده عشان تشكريني، أنا بس الحقيقة مستغرب إزاي أدهم يعمل اللي هو عمله ده. معقول؟ معقول يضحي بعشرة العمر والسنين دي كلها علشان نزوة؟ أنا طبعا مش عارف السبب اللي خلاه يعمل كده، لكن الموقف الوحيد اللي أنا شاهد عليه ليكي إنك كنت حريص عليه جدا. اهو اللي حصل بقى يا فهمي. هو انتوا اتطلقتوا؟ لا، يعني هو مستقل بحياته وانا عايشه مع البنات. تشربي ايه؟ لا لا ولا حاجه، بجد مش عايزه. زينات، أنا طبعاً مقدر الموقف اللي أنت فيه، وأرجوك تعتمد عليا، اعتبريني صديق حقيقي.
شكرا يا فن. والله أنا عارف. مش عارف أقول إيه. أنا مستغرب. مستغرب جدا على القدر الغريب ده. أنا بعد ما تقدمت لك زمان ورفضتيني وفضلت علي أدهم، حسيت إن أنا لازم أبدأ حياتي. اتجوزت الست اللي أنا اتجوزتها. ست يعني من عيلة بسيطة على قد حالها. مرضتش أتجوز واحدة غنية وجاهزة. قلت لأ، نكون نفسنا مع بعض علشان نحس بالسعادة. طبعا انت عارفة ان انا كنت رئيس اتحاد الطلبة، وطول فترتي في الجامعة عملت علاقات كتيرة قوي كويسة، والعلاقات دي الحقيقة اختصرت لي رحلة الكفاح وقربتها كمان. وفترة بسيطة اتنقلنا نقلة كبيرة. طبعا انا حسيت ان انا لازم اقف جنبهم. قلت اساعد اخواتها، شغلتهم كلهم وجبت لهم شقه جديده. ده بقى بدل ما يخلي الهانم تحمد ربنا، خلى عندها صعاب لكل حاجه، وبقت ترطم كلمتين فرنساوي مش عارفه غيرهم. كان عندها 3 شغالات كانت بتعاملهم اسوأ معامله. حياتها كلها كانت مقضياها بين النوادي والكوافير والأروبكس وصاحبتها، ومع ذلك كنت صابر ومستحمل لحد ما فوجئت بيها فجأة كده في يوم بدون أي مقدمات بتطلب الطلاق. طلاق؟ ليه؟ حاولت أعرف بكل طريقة. كل اللي قالته إنها مش سعيدة معايا وعايزة تستقل بحياتها. طب والولاد؟ احنا عندنا ولدين. وبعدين؟ مفيش، طلقتها. وبعد 3 شهور من الطلاق بالظبط اتجوزت رجل اعمال. وبكده عرفت كان ليه اصرارها على الطلاق. طب والولاد؟ الولاد عايشين معايا، حيرانين بين ابوهم وامهم. اخر مره كانوا بيزوروها رجعوا قالوا لي يا بابا مش عايزين نروح لماما تاني. ياه، في ستات بالشكل ده زي ما في رجالة بالشكل ده. يلا نصيب، المهم تاخد بالك من الولاد. انت قلت لهم على الطلبات اللي انت عايزها؟ ثانية واحدة. ايوه بركات. ايه، خلصت طلب التعزينة تاني؟ طيب يا حبيبي. ها وانت بقى يا ستي، ايه البروجرام بتاعك؟ ناوية تعملي ايه بالظبط؟ على فكرة احنا في عندنا هنا في البنك قسم الحاسب الآلي، وده اهم الاقسام في البنك. يعني لو انت عايزة تشتغلي وظيفتك جاهزة. لا انا مش عايزة اشتغل دلوقتي، انا عايزة اتعلم واعوض السنين اللي راحت. السلام عليكم. انا رايح المحل. خد يا حاج عبد الحميد، خد يا حاج عبد الحميد. الاعتدال عندها حق؟ بقى معقولة فتح محل بسجل تجاري وضرايب وكهرباء وميه ومفيش زبون هاود ناحيتك؟ ينفع اللي انت بتعمله ده؟ بس يا واد انت مالكش دعوه، يعني عيل ولا ايه؟ انت يا خايب، انت جاي تنصحنا؟ انا روح انصح روحك بقى. انت وكنت شاطر وبتفهم كنت قعدت تشتغل مع جوز اختك بعد ما رماها. دي مراتك، مراتك طلعت اجدع منك وعندها كرامه عنك. يا اخوانا يا اخوانا انا بشتغل مع ادهم لصالح زناد ولصالحكم كلكم. يا اخوانا وجودي جنبه بصفتي حارس امين على امواله، ليه اموال البنات. والزناد موافق على كده؟ زناد ما تعرفش مصلحتها زي ما انا عارفها. طب وفر خدماتك المجانيه دي ونصايحك كمان. يعني كلنا غلط وانت بس اللي صح يا عبد الحميد؟ انت جايبالي الواد فوزي ده عشان يقنعني؟ انت فاكره انه هياثر عليا؟ طب وديني، ما انا قافل المحل. وهفتح كمان ايام الجمعه والاجازات الرسميه، ايه رايكم؟ ابوك كبر وخرف. تنرفزيش نفسك، ما تنرفزيش نفسك، انت عندك السكر. بقولك ايه، مفيش غير زينات هي اللي تقدر تقنعه، هو ما بياخدش غير برايها. زينات؟ ومين بقى اللي يقنع زينات اذا كانت هي اللي شجعته على كده؟ ايوه صحيح،
مين اللي يقنع زينات؟ اكيد مش انا طبعا. بقول لك ايه، انت تروحي لزينات ها وتخش عليها كده وانت راسم على وشك المأساة وتشحتف وتعملي شويتين وتنزلي دمعتين، يمكن يجيب نتيجه كده. اي انجي، اي حبيبتي، والنعمه الشريفه عند ماما. قولي لها الو يا انجي. الو يا انجي. الو يا انجي. صدقتي؟ لا يا حبيبتي، كانت قاعده معايا بتوصيني عليكي حتى بالاماره. حاضر يا حبيبتي. حاضر. حاضر يا حبيبتي. حاضر يا حبيبتي. حاضر يا عمري. من عينيا الاثنين. عايزه جميز. هاتهولها. اوعى ما تجيبهولهاش. اجيبهولها منين بس؟ اذا كنت انا ما اعرفش الجميز ده خضار ولا فاكهه ولا حيوانات بحريه. هي دي اللحظه اللي بخاف منها طول عمري. هي دي اللحظه اللي بخاف منها طول عمري. هي دي اللحظه اللي بحس فيها اني ما تركز معايا يا سيد. حاضر يا استاذه، انا معاك اهو. مدام رولا حبيبتي، عايزين نركز شويه يا قمر. ده الماستر سين بتاع الروايه يا رولو. حاضر، انا مزاجي وحش قوي النهارده، مش قادره اركز. لا يا رولا، وحياه ابوكي ركزي معانا اليومين دول، ده احنا دافعين لحاجات دلوقتي فوق 600,000 جنيه. طب بعد اذنك هنعمل بريك نص ساعه. خلاص بريك. شمعت ايه ولمبه ايه؟ ايه هي الروايه دي، هنقضيها بريك ولا ايه؟ انا عارف، شوفوا لكم حل بقى. انا عرفت. مالك يا مدام رولا؟ اول مره تقفي على المسرح وانت مش هنا خالص. ادهم يا منايا، اول مره احس انه ندمان انه اتجوزني. ادهم بيحملني مسؤوليه اي حاجه بتحصل له. ما كلهم كده يا مدام، هو ده جديد عليكي. في الاول بيبقوا مبهورين بيكي وغرقانين لشيشتهم ودايرين وراكي في كل حته، واول ما يتجوزوكي يقلبوا الشرير. اللي يغير عليكي وعاوز يقعدك في البيت، واللي يغير منك ومن شهرتك، واللي عايز يعيش ويبلط في الخط ويعيش على عليكي. لا لا، ادهم غيرهم كلهم. ادهم مش محتاج لي في حاجه، بالعكس انا اللي محتاجاه له. ودي طريقه دي. واد يا سيد. يا باشا اقفل الباب من بره. مش عاوزين الرئيس معاكم في حاجه. لما نعوزك هنندهلك. حاضر يا باشا. ها هنعمل ايه؟ انا روحي بقت في مناخيري، عليا النعمه اقفلها وفي ثانيه. ملعون ابو الروايه، ايه انت اللي جرجرتني للشغلانه دي؟ انا كان ليا في الفن ولا في المسرح. انا طول عمري بشتغل في الطوب والاسمنت والزلط، وعمري ما حصل لي اللي بيحصل لي معاكم ده. يا بي انا راجل عملي، الروايه دي قرفتها باينه من الاول. الروايه بادئه بجوازه وجو جديد على البطله وغيره ومشاكل، وكل ده احنا اللي هنشيله على دماغنا. والعمل ايه؟ نغير البطله. ها نغير البطله؟ ده مسرح مش هزار. في ميعاد مرتبطين بيه وسيزون لازم نلحقه. بالطريقه دي هنفتح في اخر السيزون، ولو فتحنا على نص الصاله يبقى كويس قوي. لكن الكمبلهات والارشات والصاله اللي ما فيهاش كرسي فاضي اللي انا وعدتك بيه، لا 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 لا، كل ده تنساه. يعني انا داخل ارمي فلوسي في الارض؟ مفيش غير حل واحد، نغير البطله. والعقد اللي انا كاتبه معاها؟ مش مشكله، في طرق كتيرة نطفش بيها البطلة، وهنخليها كمان هي اللي تسيب الرواية. طيب نجيب مين؟ هو ده السؤال، نجيب مين؟ جاهز يا أستاذ. ايه رأيكم في جيجي فتحي؟ انت بتتصنت على قلق. يا باشا يا باشا، انا متربي في الشغلانة دي، يعني شاربها شرب ابا عن جد. المخرج والمنتج مدام قفل عليهم الباب يبقوا بيفكروا يغيروا البطلة على طول. عارف يا باشا، لو المنتج والبطلة هم اللي قافلين عليهم الباب يبقوا بيفكروا يغيروا المخرج. يا ابن اللذينة، وحياة خالتك ما حد هيتغير غيرك. يا باشا الملائن الوحيد اللي ما تغيرش، عشان الملائن هو اللي ماسك الرواية في ايده. تقدروا تفتحوا من غيري يا استاذ؟ وجيجي فتح دي تجيب ناس؟ هي هايلة، وهي الدور كأنه مكتوب لها اساسا، ومستعدية تمضي حالا. تمضي ازاي يا دلالي واحنا لسه مقترحين اسمها دلوقتي؟ يا بيه يا بيه، ما انا من الاول عامل حسابي ومديها لنا، هي ستاند باي وقاري الرواية وعلى تليفون. ده انتوا عاملين حسابكم على كل حاجة عادي. اصل الباشا ما يعرفش جيجي ورولا ما يتقوش بعض، عشان دي كل ما تيجي تخش فيلم تقوم التانية سرقة وعاملة الاول، دي تيجي تدخل مسلسل تقوم التانية نط عليه واخدة منها.
خلاص لما نشوف كلمها. اوعى تكون متجوزها جديد هي اخرى. لا فاضيه وعايشه الفنانه. مساء الخير يا مدام رولا. اهلا يا استاذ يسرى. ايه مالك شكلك النهارده كده مزاجك مش مظبوط؟ ابدا مفيش حاجه. ايه معلش انا متاسف، انا ما بعرفش اعمل كلام المجاملات بتاع الوسط الفني ده، انما ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. في مشاكل في الروايه؟ لا ابدا. طيب دورك انت ناقصه حاجه؟ لا يا استاذ يسري. مشكله شخصيه يعني؟ طبعا انا مش من حقي اتدخل او اتكلم في تفاصيل بالنسبه للمشاكل الشخصيه دي، انما بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه. انت عارفه الفنان لازم يتجاوز تماما عن مشاكله الشخصيه دي ويجنبها خالص، لانه المفروض ان عنده رساله بيقدمها للناس. انت عارفه انا عندي مشاكل كتير جدا، حياتي العائليه تقريبا متوتره بشكل مهما اوصف لك، لكن صدقيني بجد اول ما بمسك الورقه والقلم بدوب في الشخصيات اللي بكتبها تماما، بدوب فيها بجد. وبعدين انت فنانه كبيره وليكي اسمك وسمعتك، عارفه المفروض انت اول ما تقفي على خشبه المسرح بجد تنسي كل مشاكلك دي. طيب مدام رولا خدي وقتك، على العموم احنا منتظرين في البروفه عن اذنك. ايه يا جماعه البروفه واقفه ليه؟ احنا نقدر نشتغل من غير رولا؟ احنا بنضيع وقت ليه؟ احنا ما بنضيعش وقت يا استاذ، احنا هنشتغل من غير رولا. انا مش فاهم قصدك ايه انت. جيجي فتحي. جيجي فتحي مالك؟ جيجي فتحي في كلام كده ان هي اللي هتعمل الدور. مين قال كده؟ رولا هي اللي هتعمل الدور. واحنا مالنا يا استاذ؟ ده كلام كبار. كبار ايه وزفت ايه؟ انا مش قادر افهم ايه الكلام اللي انا بسمعه ده، يعني احنا مالناش راي هنا ولا ايه؟ انا عايز افهم المنتج راح فين؟ ايه ده؟ المخرج فين؟ ظاهر ان انا كنت غلطان ان انا قلت له. ايه بقى اللي انا سامعه ده؟ سامع ايه؟ الا انتوا ناويين تغيروا البطله؟ احنا ما غيرناش حاجه، احنا لسه بنتكلم. اه يعني بتفكروا ان هي موجوده؟ يعني انت عاجبك اللي بتعمله فينا ست رولا ده؟ يا جماعه احنا اسره واحده، اسره واحده، يعني المفروض نتحمل بعض، مش يمكن يكون عندها ظروف. وبعدين الفنان ده بني ادم بيحس. وانا ما عنديش ظروف، انا الاخر، انا مش بني ادم يعني. وبعدين اللي انتوا بتفكروا فيها دي اخر واحده تصلح للدور. لو سمحت يا استاذ يسري، الترشيح ده من اختصاصي انا، انت حدودك تقف عند الورق، العرض ده شغلانه المخرج. الورق اسوأ كلمه بتستعملوها، اسمها الروايه، النص هو ورق لحمه. الله، انت كنت معترض على رولا، ايه اللي حصل؟ انا كان عندي اعتراضات صحيح، بس اعتراضات فنيه جوه العمل. وبعدين بقى مفيش روايه بتبتدي بمؤامرات واعداد سريه وبتنجح. يو بقى ما ترسونا على بر، نمشيها ولا نقعدها. استاذ يسري، انت ليك ان روايتك تطلع في افضل صوره، ودلوقتي من فضلك سيبنا بقى علشان نعرف نشتغل. ماله ده؟ ما هو لسه عايش على الشعارات والكلام الكبير، ما هو مش موقعه غير الكلام المكلكع ده. سيبك منه وخلينا في شغلنا دلوقتي يا استاذ. انا بفكر احط رقصه شرقيه وكام استعراض كده في الروايه، ها ايه رايك؟ والله فكره، بس مين بقى اللي هيرقصها، جيجي ولا رولا؟ لحد دلوقتي رولا. امال حرقت دم الراجل ليه وما رستوش على الحقيقه؟ علشان ما يتدخلش في اللي مالوش فيه. بعدين بصراحه محدش ضامن بعد شويه ايه اللي ممكن يحصل. سيبينا لوحدنا يا منال. عاوز اتاسف لك، اخر مره في البيت لما تناقشنا احتدينا على بعض، عارفه ليه؟ لان كل واحد فينا كان بيفكر في نفسه بس، مع انه المفروض ان كل واحد فينا كان يفكر في التاني. انا بالذات كان لازم اقدر انك داخله مسرحيه جديده، وان ضروري اعصابك لازم تكون متوتره، كان لازم اتحمل. ادهم انت انسان راقي جدا، انا اللي اسفه، بس جه الوقت اللي لازم تعرف انا ليه اعصابي متوتره. ادهم، الشيء الوحيد اللي انا خبيته عنك من يوم ما اتقابلنا ان انا ما بخلفش، لكن الحمد لله انت عندك بنات ربنا يخليهم لك، انا بعتبرهم بناتي كمان، عشان كده انا وانت ما عندناش حاجه نسيبها غير اعمال نسعد بيها الناس.
هما دول ولادنا يا ادهم، عشان كده خوفي عليك وعلى اسمك كان خوف ام على ابنها. فهمت بقى انا ليه كنت عصبيه ومنفعله وحماره في تعبيراتي؟ ده انت طلعتي عبيطه كمان. شوفي، مساله الخلفه دي ما تهمنيش اطلاقا، انا كل اللي يهمني انت، انت وبس. حياتنا مع بعض هي اهم حاجه بالنسبه لي. ايه ده؟ انا مش فاهم، انت ليه قاعده في الاوضه؟ انا جاي اتفرج على بروف. يلا وريني بقى التمثيل اللي على اصله. ايوه يا جيجي، ايوه يا جيجي، روايه هايله هايله يعني، حقيقي فرصه بجد، وانا عامل فيها شويه شغل بقى ما اقولكيش عليهم. كله جديد جديد، اول مره على المسرح. هتشوفي بنفسك يا جيجي. ده هو بنفسه كان عايز يكلمك. اهلا اهلا يا ست الكل، احنا اتفتح لنا بطاقه القدر. طب والله والله الروايه كانت مكتوبه علشانك. لا احنا كلمناك وقالوا انك مش فاضيه. لا لا لا، الروايه لا راحت لا كده ولا كده ولا اتمرمطت. يا جيجي، انا قلت لك يا بيبي انا مدخلك ازاي على المسرح. شوفي بقى، طياره متصنعه مخصوص في امريكا، هتطير على الجمهور وانت بتشاوري لهم وتاخدي تحياتك، وبعدين تقوم الطياره واقفه على الاستيج، وبعدين تقوم نازله لاندنج قدام الناس، وبعدين تقوم انت فاتحه الباب ونازله. واو واو يا بيبي، سكسي رهيب رهيب. ايه رايك يا حبيبي؟ يا رب خليكي، ما تحرمش منك يا رب. لا لا لا، شوف يا بيبي الكلام مش هينفع في التليفون، احنا هنيجي نتعشى عندك النهارده. بص يا بيبي، اهم حاجه مش عايزين اي حد ياخد خبر عن الموضوع، مش عايزين حد ينبر لنا في الحكايه. ايه يا اساتذه، هنقضي الليله كلها في المكتب ولا ايه؟ اتفضل. انا هعمل بروفا لوحدي. بقول لك هبقى اكلمك بعدين، ما تنساش تبعت لي الماكيت بتاع الديكور بتاع المشهد الرابع. ايه يا ست الكل، يا نجمه مصر، مزاجك عامل ايه النهارده؟ مزاجي عالي قوي، ناوية أمثل النهاردة تمثيل عمري في حياتي ما مثلته قبل كده، نفسي اتفتحت للرواية مش عارفة ليه. عظيم، هايل، نايس نايس سيد. أيوة باشا. يلا بروفا، طلع الناس على المسرح. اتفضلي يا شمعة، يا نجمة مصر جاي وراكي على طول، اتفضلي. حيرتوني لخبطتوني، فهموني مين اللي هيعمل الدور. يا باشا سيبني اتكتك واتفرج انت بس. والولاية اللي احنا كلمناها دلوقتي ووعدناها بالدور. شوف، هي رولا اسمها اعلى وشعبيتها اكتر، جيجي احنا حطيناها في التلاجة، دي تمشي دي تطلع. يعني جيجي مش هتعمل الدور؟ مين دلوقتي اللي على المسرح؟ رولا. تبقى احسن واحدة في مصر تعمل الدور. ايه يا سيد، ما تديها الكلام، هي الاستاذة هتفضل مستنياك ولا ايه؟ لا يا استاذ، انا اللي قايله له ما يدينيش الحوار، عايزه اركز مش عايزه اعتمد على الملقن. الله 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 الله، ادي النجوميه. سامعيني يا اساتذه، بطله المسرحيه حافظه والادوار السنوية لسه ما حفظتش. هات شاي هنا للدكتور. لا متشكر قوي. هنا بقى دكتور مكنه الدخان، وهي بتستدعي من الذاكره اول يوم حلمت بالبطل، مع شوية أزرقات وأصفرات وحتتين فلاشر، هتشوف تحفة تحفة فنية ما حصلتش في تاريخ المسرح المصري. عظيم عظيم. محتاج سكرتيرة يا حاج. أهلاً 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 يا زينات. أهلاً يا حبيبتي، أي ريحة طيبة. أولاً أنا جاي أشوفك لأنك حبيبي الوحيد دلوقتي، البنات في المدرسة، قلت أقعد معك شوية. لا أنت جاي عشان حاجة تانية. آه يا عبد، طول عمرك تفهمها وهي طايرة، ده هفضل طول عمري خايبة كده معرفش أداري حاجة. طب يا سيدي، مزعل الاعتدال ليه بقى؟ يا كلمتك. ايوه كلمتني، بس انا لازم اعرف من الطرفين عشان يبقى حكمي صح. وانا راضي بحكمك يا زينات. شوف يا بابا، يعني ماما عايزاك تقفل المكتب ده ليه؟ عشان تضايقه ولا شماته فيك؟ بالعكس، دي منى عينها تشوفك نجح في اي حاجه. انت ناسي ماما وقفت معاك قد ايه؟
هي بس مش عايزاك تضيع وقتك في حاجه ملهاش لازمه. اضيع وقتي؟ وقتي ما كانش ضايع لوحده يا زينات. انما على الاقل دلوقتي بقوم وانزل وافتح المكتب واقعد اتفرج على اللي رايح واللي جاي وارجع اتغدى، احس اني بعمل حاجه حتى لو كانت وهم. قعده الراجل في البيت وحشه قوي يا زينات. انا عارفه، بس عايزين ندرس مع بعض المكتب ده ما مشيش ليه. ما هو ده اللي هيجنني. معقوله الخط العربي ملوش زبون واحد؟ ما هو حجن اتنين، يا اما الناس كلها بقت خطاطين يا اما ما عادش حد بيهتم ان يكتب الخط العربي، وحد اللي بيكتب عربي ما عادش يهتم ان خطه بقى كويس. لخبطه في لخبطه، زمن غريب. شوف يا بابا، الزمن بيتغير وبيتطور. يعني زمان كنا بنعد على صوابعنا، دلوقتي في حاجه اسمها كالكوليتر. كنا بنكتب على سبوره قردواز ولا خشب بالطباشير، دلوقتي في كمبيوتر بيكتب بخط جميل وما بيبذلش الجهد اللي احنا بنبذله ده. امسك، ايه رايك في الخط ده؟ جميل بس مش عارف، ما فيهوش روح. اهو ده بقى خط كمبيوتر، ولو عايز اي نوع من الخط هتلاقيه على الكمبيوتر. بتقولي ايه يا سنهات؟ انت كمان عاوزانها في المكتب؟ بالعكس يا بابا، انا عايزك تشتغل وتقابل الناس، تخسر تكسب مش مهم. قصدك ايه يا زوزو؟ تعالى بقى، في فكره عصريه متطوره نطور نفسنا فيها، وانا مستعده اشاركك. موافق؟ الا موافق. انت اي حاجه تقولي عليها انا موافق عليها. نعمل المكتب ده انترنت كافيه. كافيه قهوه؟ لا، ده مشروع جديد للشباب. شباب اليومين دول طول الليل والنهار قاعدين على الانترنت. ايه هو الانترنت ده؟ الانترنت ده يا سيدي الوسيله العصريه للثقافه، في معرفه كل حاجه. عايز تعرف اي حاجه عن اي حاجه هتلاقيها على الانترنت، تشتري تبيع تخش مزادات تعرف الناس تعرف نفسك بالناس. الانترنت ده عالم كبير جدا، شبكه مهوله زي شبكه التليفونات كده، بتوصل الناس في كل انحاء العالم ببعض. معقول المحل الصغير ده هيكفي كل اللي انت قلتيه؟ ده كل ده على جهاز صغير قد كده، جهاز الكمبيوتر. عموما انا عارفه انك ما بتحبش تخش في حاجه غير لما تفهمها وتدرسها كويس. اتفضل يا سيدي، دي كتب عن الانترنت والكمبيوتر، ادرسها وافهمها زي ما انت عايز، ولو عجبك المشروع انا تحت امرك. سلام عليكم بقى. انت هتمشي من غير ما تصلي حاجه؟ معلش اصل ورايا حاجات كتير والله. معقول يا بنتي تمشي من غير ما ضيفك؟ الله. سلام. ايه الكتب دي كلها؟ دول نقطة البداية، نقطة الانطلاق. أنا حاسة كأني واقفة على أول التراك، وإشارة البداية انطلقت، وعشان كده لازم أبتدي أجري. سلام عليكم. قدامك شغل كتير يا زينات، كل الكتب دي لازم تخلص بسرعة. كنت واقفة مكانك والدنيا كلها عمالة تجري بسرعة مهولة. خلاص مفيش نوم من النهاردة، لازم تلحق اللي فاتوا بأقصى سرعة، وفاضل شوية. حصان العصر المجنون، فرسانك بتلف الكون، صواريخ اسلحتي انتم، مركبتي الفضائية شاشتكم،
صباح الخير. أحب أعرفكم بنفسي، أنا المهندس أشرف توفيق، تخصص كمبيوتر، درست في مصر وفي الخارج، وأنا مسؤول الجانب التعليمي هنا في المركز. أولاً برحب بكم كلكم، وأحب أعرف أنتوا ليه قررتوا تتعلموا كمبيوتر مع أني شايف أنه معظمكم يعني تخطى مرحلة الدراسة ومعظمكم بيشتغل، مش كده؟ إحنا بناخد كورس على حساب الوزارة علشان هيدخلونا الكمبيوتر من السنة الجاية. في الحقيقة أنا عايز أتعلم كمبيوتر عشان حاجة تانية خالص. اتفضل. أولادي كسفني بيقعدوا قدام الكمبيوتر اللي أنا شاريه لهم زي القرود، وأنا قاعد جنبهم مش فاهم أي حاجة خالص. صحيح جيل عفاريت. أنا بقى بتعلم الكمبيوتر لأني ناوية أسيب الوظيفة اللي أنا فيها وأروح وظيفة أحسن. والمدام؟ أنا بقى عايز أعرف. بس المهم تكوني عارفة أنت عايزة تعرفي إيه. عايز أعرف كل حاجة. مستحيل. في مثل إنجليزي بيقول You can end your life without ending your subjects. يبقى أنا جيت الكورس غلط. أنا عايز أعرف كل حاجة عن الكمبيوتر، مش بس في مصر ولكن في العالم كله كمان. أنا نفسي ما أعرفش. خلاص تعرفني لغاية ما عرفت، وبعدين أنا هكمل مشواري بنفسي. أنا اللي تعلمته لغاية دلوقتي قعدت أدرس فيه 15 سنة. أنا مش هياخد مني أكتر من 15 يوم. حضرتك بتشتغلي إيه؟ أنا ما بشتغلش. خريجة إيه؟ هندسة قسم حاسب آلي. آه عشان كده. طب إزاي كده تدرسي كورس إنترودكتوري؟ ده إحنا لسه هنعلم الأول. أنا هحضر كل الكورسات اللي في المعهد. أنا قاعدة لكم هنا طول النهار. هاجي الصبح أول ما يفتحوا الباب ومش همشي لما يقفلوا. دول 200 كورس مختلفين، والكورسات النهائية صعبة ومعقدة جدا. أنا عارفة. مفيش حد كملهم في مصر كلها إلا 4 بس. إن شاء الله هيبقوا 5. واضح إنها عزيمة قوية جدا. أنا بهنيك على حماسك. بس أحب أوضح لك إن ال 200 كورس دول تخصصات مختلفة جوه الكمبيوتر. المهم العلم اللي أنت هتتخصصي فيه هو ده المشوار اللي أنت هتبدأيه. المهم البداية. ومشوار الألف ميل بيبدأ بخطوة. واضح إنك مش عايزة تضيعي ثانية. عموما جهاز الكمبيوتر زي البني آدم بالظبط. وفي حاجة اسمها ميموري. يعني الذاكرة. زي ذاكرة الإنسان برضو، لكن تظل ذاكرة الإنسان أكثر دقة وتعقيدا وأسرع استجابة. ذاكرة البني آدم بتستوعب 20 مليار حاجة بين أسماء وألوان وأشياء تافهة وأشياء معقدة، لكن ذاكرة الكمبيوتر بتستوعب على قد سعة الجهاز اللي صمم لده. وكل فترة طبعا بتطلع موديلات أحدث أكثر اتساعا وتعقيدا. وفي حاجة اسمها الهارد ديسك، وده مكتبك اللي انت بتشيل فيه الأوراق والملفات. وفي حاجة اسمها السي بي يو، ده بيشمل المذر بورد والرام والبروسيسور. البروسيسور ده هو عمليات المخ اللي فيها الجمع والطرح والمقارنة. ودي بقى لوحة الكيبورد اللي هي الودان اللي بندخل عن طريقها المعلومات للجهاز، وهي حاسة اللمس والعينين، وليه بقى كمان بيكلمنا ويرد علينا. ودي الشاشة والبرينتر، ودول حواس الجهاز. وفي حاجات بتعمل وظيفتين مع بعض، السمع والرؤية. الديسك ده بنقدر نكتب عليه ونقرأ من عليه، يعني هنجد نفسنا أمام إنسان نقدر نتعامل معاه ونحبه. في ناس كتير قوي تعقد صداقات مع الكمبيوتر لأنه بيمثل لها كل شيء في حياتها. يعني نقدر نقول إن الكمبيوتر ممكن يتدخل في كل نواحي الحياة. معلش يا باشمهندس، سؤال تاني لو سمحت. قصدك سؤال رابع. آخر سؤال. أنا مبسوط جدا من اهتمامك ورغبتك في المعرفة. اتفضلي اتفضلي. أنا بس مستغرب. مستغرب ايه؟ مستغرب إنك كواليفايد، إنسانة جميلة وشيك وجذابة، وبعد كده مهتمة بإنك تنمي الجانب العلمي في حياتك.